men have gone further and translated the scriptures into the common language of the city 700 years ago. شعب الله ابتدى يترجم الكلمة المقدسة في لندن، فابتدى ساعتها المؤمنين يتجمعوا في تجمعات صغيرة ويقروا الكلمة، وابتدى ده يغير مبادئ كتيرة في العالم. ابتدوا المسيحيين يحطوا معايير بسبب كلمة الله، بسبب قراءة الكلمة والترجمة. بسبب التجمعات الصغيرة دي ابتدى الرب يغير العالم كله. فخلونا نصلي ان في الوقت ده الرب يعيد التقاء المسيحيين ويغير كل مجالات العالم. خلينا نصلي ان الرب يقيم ويعيد مسيحيين ان هم يجتمعوا تاني، وان هم يغيروا معايير العالم تاني في مجال العمل، وأن المسيحيين يكونوا هم اللي بيعدوا وبيغيروا المعايير. يا رب أشكرك على كل ما صنعته في الماضي، لكن نصلي يا رب أنه في الأيام المظلمة دي زي ما كان في الماضي أنت تأتي باستنارة، وأنه المسيحيين يا رب يكونوا هم اللي بيضعوا معايير جديدة للعالم كله، يكونوا يا رب وسيلة لتغيير العالم كله للملكوت ابنك.